إلى السودان، واستمرار عمليات الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في شرق النيل بمنطقة المثلث وفي منطقة شجرة في الخرطوم. في الحصيلة قال الجيش السوداني إن قواته قتلت أكثر من 20 فردا من الدعم السريع في أم درمان وبحري والخرطوم، وذلك ضمن عمليات موسعة في جميع مناطق العاصمة السودانية. وأفاد الجيش بأن قواته تواصل الضربات الجوية على تمركزات الدعم السريع في عدة مناطق داخل وخارج العاصمة. في المقابل، دعم كبير تلقته الدعم السريع بانضمام قوات درع السودان إلى صفوفها، والتي أكدت أن تلك الخطوة ستشكل إضافة عسكرية نوعية مهمة في التوقيت الحالي. هذا وكانت قوات الدرع السودان أعلنت انضمامها للدعم السريع لمحاربة من وصفتهم بالفلول والانتصار لقضايا البلاد والمهمشين فيه. وفي متابعة الأوضاع الإنسانية في دارفور، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أول قافلة من المساعدة الإنسانية وصلت إلى شرق دارفور في السودان، لكنه حذر في الوقت نفسه من خطورة فشل الموسم الزراعي وتبعاته. الأسبوع الماضي وصلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى شرق دارفور منذ بدء الصراع، وتطلب وصولها 9 أيام على الطريق. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نسق تحركات هذه القافلة التي نقلت 430 طنا من البذور الزراعية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لتوزيعها على المزارعين في عموم الولاية. هناك حاجة ماسة إلى وصول مزيد من المساعدات الإنسانية، ويجب على جميع الأطراف تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وضمان حمايتهم، ففشل الموسم الزراعي سيكون له عواقب مدمرة. وللمزيد معنا من واد بدني إلى الجنوب الشرقي من الخرطوم الصحفي محمد طيب. محمد، مرحبا بك معنا. إذا ما هي آخر تطورات المسجلة اليوم؟ مرحبا بك إيمان، وتحياتي لك وللمشاهدين. آخر التطورات هو هذه المعارك المستعرة إن صح التعبير في مناطق أم درمان القديمة وسط وشرقي أم درمان. حقيقة هذه المنطقة تشهد توترات في الأيام القليلة الماضية، نتج عن ذلك طبعا نزوح العديد من المواطنين ساكني هذه المنطقة شمالا باتجاه محلية كرري أو مناطق الثورات. كان بالأمس قد ناشدت لجان أحياء محلية مواطنيها باستقبال النازحين الذين يعني فروا من اشتداد المعارك بعد طبعا الطلبات المتكررة من الطرفين بإخلاء المنطقة. صباحا ومنذ الصباح الباكر انطلق القصف المدفعي من قاعدة شمال من قاعدة كرري شمال أم درمان باتجاه مواقع لتمركز الدعم السريع في جنوب أم درمان وغرب أم درمان. كذلك تعرضت مناطق في شرقي الخرطوم، مناطق الرياض والكويت والطائف والمعمورة وبري، كل هذه المناطق شرقي الخرطوم تعرضت أيضا للقصف المدفعي، ويعني وسط تحليق طبعا للطيران الحربي الذي قصف مواقع جنوب الخرطوم حول محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات. أيضا كان القصف المدفعي قد شمل مناطق شمال بحري، هذه المناطق التي تقع بمحاذاة قاعدة كرري العسكرية من الناحية الشرقية للنيل، مناطق الخوجلاب والزاكياب والدروشاب، ايضا شرقي الخرطوم بحري ايضا تعرض للقصف المدفعي. هو يوم يعني يشهد تصعيدا عسكريا غير مسبوق ايمان، ولكن تصدرت يعني مسارح المعارك هذا اليوم مناطق ام درمان القديمه وسط ام درمان، ايضا بالقرب من محيط الاحتياطي المركزي في ام درمان الذي يقطع للشرطه السودانيه وصولا حتى مناطق شرقي ووسط أم درمان. ربما هذه المنطقة لها بعد استراتيجي ومهمة بالنسبة للطرفين، بسبب أن الجيش يرى أن هذه المنطقة تقع طبعا بالقرب من محاذاة أو بمحاذاة جسر شنبات الذي يربط مدينة الخرطوم بحري من الناحية الغربية وأم درمان من الناحية الشرقية، حيث هذه الأحياء التي تشهد المواجهات العنيفة. رغب الجيش في قطع الإمداد ربما على الدعم السريع الذي يسيطر لأحياء واسعة ومناطق واسعة من الخرطوم بحري، قطع الإمداد يعني والإسناد حتى للقوات. ربما أيضا يتقدم الجيش من الناحية
الجنوبية، لذلك تشتد المعارك. أطلقت اللجنة التنهيدية لنقابة الأطباء نداء بسرعة وضرورة التبرع بالدم في مستشفى النو الوحيد الذي يعمل بأم درمان، كذلك نداءات للكوادر الطبية وبعض المحاليل الوريدية والمعينات الجراحية، في إشارة ربما لعدد من الإصابات والقتلى. نتمنى لهم السلامة بطبيعة الحال. تأكيد. شكرا لك محمد طيب، صحفي السوداني من ود مدني.